هل الحرب النووية بنشوفها بالقريب العاجل؟ وليه أمريكا وروسيا بدأت تظهر طائراتها اللي تسمى يوم القيامة؟ وليه أصلاً سموها بهالاسم؟ هل من الممكن أنه يكون ظهور هذه الطائرة يدل على وجود حرب نووية قادمة؟ حسب لروتا صحف العالم؟ وهل فعلاً هذه الطائرة ما تمتلكها إلا دولتين بالعالم، روسيا وأمريكا؟ علامات استفهام على هالطيارة مميزاتها. وعلى هالأساس حلقتنا اليوم بتكون عن الطائرة الملقبة بيوم القيامة. معكم علي من برنامجكم 6 على 6، ويلا ودينا على الانترو. السلام عليكم يا أحلى مشاهدين. كلنا سمعنا بالأيام اللي راحت عن الطائرة الملقبة بيوم القيامة. طائرة يوم القيامة صنعوها أمريكا وروسيا. ليش؟ عشان تكون مركز قيادة وطني موضوع بالجو، يستخدمون هالطيارة إذا صارت حرب نووية أو كارثة. وهالطائرة هذه مصنعة أن تكون ضد النيازك والصواريخ المحملة بالرؤوس النووية. تصميمها لو تشوفها من داخل تقول هذا تصميم كلاسيكي، يشبه سيارة من ثمانينيات القرن الماضي. طائرة يوم القيامة تقدر انها تقلع بدقائق معدودة بعد اي هجوم يصير للدولة. وهالطيارة من طراز بوينغ 747. هالطيارة اجهزة التحكم فيها كلها انالوج، يعني انسى تتأثر اذا ضربتها صدمة كهرومغناطيسية. تخيل معي ان تكلفتها عشان تشتغل بالساعة الواحدة 160,000 دولار، يعني 600,000 ريال بالساعة الواحدة بس. وترى يعتبر سعر الطيارة هذا رخيص مرة، حوالي 200 مليون دولار بس. طيب ليه طيارة يوم القيامة سموها بهذا الاسم؟ لأنها طيارة عملاقة ومعدلة، تقدر أنها تحلق بالسماء لمدة 7 أيام متواصلة وأمورها تمام. محرك الطيارة ما يوقف، شغال على مدار 24 ساعة. الطيارة فيها 3 طوابق، هيكلها تم تصميمه بغلاف واقي يخليها تتحمل أي هجوم نووي. مو بس كذا، الطيارة فيها أجهزة متطورة بشكل ما تتصوره، يخليها تتحمل أقوى النبضات الكهرومغناطيسية. وش يعني نبضات كهرومغناطيسية؟ هي بكل اختصار الضربات النووية. يعني لو فعلا الطيارة هذه موجودة بأمريكا وروسيا، لو أي دولة ثانية ضربت أمريكا أو روسيا بسلاح نووي، بتكون هذه الطيارة جاهزة وبتنقل الرئيس ووزير دفاعه ووزير أركانه مباشرة للجو، مع تحصين كامل الأقوى الأسلحة بالعالم. بمقدمة هالطيارة أو القبة في عشرات أجهزة اتصال اللي تتواصل مع 67 قمر اصطناعي، وتقدر أنها ترسل أي رسائل بأي منطقة بالعالم. بمعنى أن الرئيس يقدر يعطي أي أوامر عسكرية، سواء للهجوم أو الدفاع، وسواء كانت بحرية أو جوية أو برية. بالله شوف شوف هالميزة هذه. طيارة يوم القيامة فيها جهاز إرسال يشبه الذيل. هالجهاز هذا يتمدد إلى مسافة 8 كيلومتر، وأي شخص راكب بالطيارة هذه يقدر إنه يتواصل مع الغواصات اللي داخل البحار حول العالم. الضابط القائد للطيارة يقدر إنه يعرف أماكن وجود الرئيس الأمريكي ونائبه ووزير الدفاع والخارجية والنائب العام من الشاشات الموجودة داخل الطيارة، وبكل سهولة وبساطة. ونسبة كبيرة مرة إن هالمميزات هذه موجودة بطيارة يوم القيامة الروسية، مو بس الأمريكية، الروسية. والله فعلا طيارة مرعبة، رغم إنها دفاعية درجة أولى إلا أنها مرعبة بمميزاتها. حسب اللي نعرفه إن أمريكا وروسيا هم الدولتين الوحيدتين بالعالم اللي عندهم هالطيارة. برأيك أنت، فيه دول عندها هالطيارة ومتكتمة تكتم تام عنها؟ كلنا نعرف ان امريكا وروسيا بالفترة هذه بينهم عداوة، وممكن تنشب حرب باي لحظة. وليه بوقت عداوتهم هذه اظهرت هالطيارتين؟ هل هو استعراض قوة او تحذير الباقي دول العالم؟ امريكا عندها طيارات تشبه طيارة يوم القيامة، مثل طيارة بوينغ E4 وE6، وبرضو نورثروب جرومان E10MC2E. وما ننسى برضو روسيا عندها طيارة إيلوشن IL-80 وIL-76. هل ممكن بالأيام الجاية تظهر لنا خصائص ومميزات أكثر للطيارة المرعبة هذه؟ وهل بنشوف دول ثانية بتبدأ تستعرض قوتها وتصف مع أمريكا وروسيا؟ هل إيران والصين بيجلسون مكتوفين الأيدي ويتفرجون على أمريكا وروسيا وهم محصنين؟ أو إنها الطيارة عندهم من زمان ومتكتمين عليها؟ نجي للسؤال اللي ممكن يسألها البعض أو يفكر فيه، ليش سموها طائرة يوم القيامة؟ وأمريكا وروسيا ما يؤمنون بالله ولا بيوم القيامة. خلونا ندخل شوي بالجانب الديني. لا طبعا، تراهم يؤمنون بيوم القيامة ووجود الله، بس معتقداتهم من ديانتهم هي الصح، وباقي الديانات كلها خطأ، لكنهم من أهل الكتاب ويؤمنون بيوم القيامة مثلنا. وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيه لو حاب يوصلك كل جديدنا. أنا وصالح كان معكم أخوكم علي من برنامجكم 6 على 6. نشوفكم بالحلقة الجاية إن شاء الله.